أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. قرأنا النبي بالهمز وهو مد المتصل في الإشباع، والأنصار بالتقليل بين بين، وقرأ تزيغ بالتاء بدل الياء. إنه بهم رؤوف رحيم. قرأنا بقصر البدل في رؤوف مع القصر في العارض في رحيم، ناطف بتوسط العارض رؤوف رحيم، ناطف بالإشباع رؤوف رحيم. نقرأ بتوسط البدل إنه بهم رؤوف رحيم، ويأتي عليه التوسط في العارض، ناطف بإشباع العارض رؤوف رحيم. بقي لنا وجه الإشباع في البدل مع الإشباع في العارض. إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. له الإشباع في المنفصل من حتى إذا ضاقت وظنوا أن لا ملجأ إلا إليه، وله في ميم الجمع صلة كبرى بمقدار 6 حركات، وله النقل في عليهم الأرض. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرأنا بقصر البدل مع القصر في العارض في مع الصادقين، نعطف بالتوسط في العارض مع الصادقين، نعطف بالإشباع مع الصادقين، ثم نعطف بالتوسط البدل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ووقفنا على العارض بالتوسط، نعطف بالإشباع في العارض مع الصادقين. بقي وجه الإشباع في البدل مع الإشباع في العارض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونلاحظ أنه قرأ المنفصل من يا أيها بالإشباع. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وله النقل في من الأعراب. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قرأنا بقصر البدل من كلمة ولا يطؤون،
نعطف له بالتوسط ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. بقي وجه الإشباه في البدل. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ونلاحظ أنه قرأ بالنقل من نيلا إلا كتب. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. رقق ورش الراء من صغيرة وكبيرة وقرأ بالنقل في واديا إلا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قرأنا بالإبدال في المؤمنون وبالترقيق الراء المضمومة في ليفروا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قرأنا بالإشباع في طائفة في المد المتصل وترقيق الراء من ولينذروا، وله الإشباع في ميم الجمع قومهم إذا رجعوا مع المنفصل في رجعوا إليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قرأنا بقصر البدل من آمنوا نعطف له بالتوسط. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعطف بالإشباع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ونلاحظ أنه قرأ المد المنفصل بالإشباع من يا أيها والكفار له فيها التقليل قولا واحدا. واعلموا أن الله مع المتقين. قرأنا بالإشباع في المد المنفصل واعلموا أن الله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. قرأنا بقصر البدل من إيمانا نعطفه بالتوسط. إيمانا نعطفه بالإشباع. إيمانا. ونلاحظ أنه له الإشباع في المنفصل من إذا ما أنزلت وهذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قرأنا بقصر البدل من آمنوا وإيمانا ونلاحظ أنه قرأنا بترقيق الراء من يستبشرون، وهذا على قصر العارض للسكون يستبشرون. نعطف بالتوسط. وهم يستبشرون. وبالإشباع. وهم يستبشرون. نعطف بالتوسط البدل. فأما الذين آمنوا فزادتهم
إيمانا وهم يستبشرون. ووقفنا بالتوسط العارض نعطف بإشباع العارض وهم يستبشرون. بقي وجه الإشباع في البدل مع الإشباع في العارض. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقرأ بالصلة فزادتهم إيمانا بالإشباع. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قرأنا بالنقل في رجسا إلى وترقيق الراء من كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقرأنا بالنقل كذلك من مرة أو مرتين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. قرأنا المنفصل بالإشباع من وإذا ما أنزلت وله الإشباع في الصلة بعضهم إلى والتقليل قولا واحدا في يراكم والنقل في من أحد. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قرأنا بقصر البدل من رؤوف مع القصر في العارض وهو رحيم. نعطف بتوسط العارض رؤوف رحيم. بقي وجه الإشباع رؤوف رحيم. نعطف بتوسط البدل رؤوف رحيم. وعلى التوسط يأتي في العارض التوسط ثم الإشباع. نأتي بوجه الإشباع رحيم. بقي وجه الإشباع في البدل ويأتي عليه الإشباع في العارض رؤوف رحيم. وله في المتصل الإشباع في كلمة لقد جاءكم مع النقل في من أنفسكم والإبدال في بالمؤمنين لأنه وقع فاء للكلمة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. قرأنا بالإشباع في المد المنفصل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام